في هذا المغرب مأدبة ما نقول لكم جميع الوسائل لا والو احنا ما معترفينش بينا كاع ورا معترفين بين الدولة ولكن انا الغلب الله ما عنديش عندي سيدي ربي واش نقول لك هاد المرأة المرأة في هذا المغرب مأدبة ما نقول لكم جميع الوسائل واش نقويها قوية قوة باش تكبر وليداتها وتوصلهم واحد المرتبة مزيانة ويقراو ويديروا المستقبل ديالهم ما يخرجوش يتشمكروا ما يخرجوش بزاف ديال الحوايج اخويا لا دابا ولا تتبان المرأة مجتمع ولا تتبان دابا دابا راه برنامجيين معلمات أساسيدة تبارك الله ما شاء الله الناس تقدمت قلت لك انا عندي بنية هانديكابي كان عاني معاها في الطبيب الدواء كلشي راه عندها 30 عام زايدة في 90 في 14 جويلية كيفاش غادي ندير واش نقابلها هي ولا نقابل با ولا نقابل الولاد ولا نقابل الولد ما عنديش كيفاش ندير المهم هو كنعاني معها الطبيب عندها لي كريز فيليبسي ما كاينش عرفتي غير الدواء ديالها تيوصل الثمن ما نقولكش لي كوش ديالها تصور بنت عندها 30 عام كان عندي لي كوش واش غنقول لك ولدي ما شاء الله وصافي وباها مسكينه متقاعد راه دابا عرفتي عنده دابا راه طالع في 68 عام يلا وكازو دابا انا اللي كنعاني انا اللي كنعاني ولدي انا اللي كنعاني معاها الدواء الطبيبه الطبيبه جدي قليله القليله عندك 6000 ريال ديال لا فيزيت الدواء ديالها 20000 ريال لي كوش ديالها غير لي كوش ديالها ميديكال تناخذهم 70 درهم 80 درهم هذه غير اللي خديتهم بالشمله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله يقوينا ولدي الله يقوينا المراه كتاخذ الراجل تيكون خدام مزيان بخير وعلى خير واحد النهار هو خرج من الخدمه ملي تيخرج من الخدمه كتبقى المراه كتعاني اش كيدير دابا هو مسكينه كيقش راسو ولا كيقتل راسو تيخلي ولاد المراه واش المراه تقدر تعاني هادشي ما يمكنش ليها امبوسيبل تتخيلي كتنوض تخدم هنا وهنا باش تكبر ولادها وهذا دابا زاد المشكل ديال الكريدي ديال السكن الطوموبيلات هادشي اللي زعما في المجتمع ماشي نقولك شي عايش شي ما عايش والله حنايا بحال هاملينا ما زعما معترفينش بينا كاع انا عندي كابي دابا تعطيني شي حاجه لا دعم لا ورقه ديال الدواء لا حتى حاجه والو خويا انا معذوره ومريضه في السكر في الضيقه ما كيعطونا لا دوش السبيطار الدواء ما كاينش اش غندير هاد العيشه غتعيشني هادشي ما عيشنيش كاريه وما عنديش انا لا ولاد لا والو عيب وحدي ما معايا حتى واحد يلا كنتقاتل مع من ناكل ولا خلص كرايه والله الدواء والتحاليل ما كنديرهمش الدواء غالي الدواء ديال السكر غالي ديال الضيقه يساعدونا حتى حنا في الدواء يساعدونا في الدعم حتى حاجه ما عندنا والو ما عطانا حتى حاجه ما عطاونا والو حنا ما معترفينش بينا كاع هذوك راه تعرفوا معالم موظفين اللي خدامين معاهم في الدوله لا غير حنا ما معترفينش بينا كاع الدعم حنا ما خديناش بوحدك ما تاخذيش علاش ما ناخذش بوحدي انا انا معذوره من حقي ناخذ حقي انايا الدولة ما اعترفاش فينا انا خصني على الاقل يعطيني شهريه ديالي ما نجلسش هاد الجلسه هادي وانا مريضه كاش اللي يعطيني حتى ريال اخويا والو انا لا ما خدمتش هكايا ما ندبرت على ريال غنمشي نطلب ما نقدرش نطلب انا ما نقدرش وجهي يغلبني نطلب بنادم نقول له يعطيني يرد عليا من فوجي ما نقدرش نقول له يعطيني انا ناقصه من كل شيء ما صارفينش بينا حنا كاع نهائيا كون ما صارفين بينا كون دايرين لنا شهريه ديالنا حنايا حنا مسمينا مرا بلا مرا انا مرا ما عنديش معذوره كون كنت عندي الصحه ماشي مشكل ما نقولش الدوله تعطيني شي ريال ولا تدعمني ولا والو او الدعم قال لك خصك المؤشر ديالك خصو يكون طايح وانا ما عندي لا ولد لا بنت باش يطلع عندي المؤشر ولا يهبط ها ما يعطيو الناس كلشي تخلص انا ما خديت حتى ريال والو ولدي ما تسبتنا ما والو انا راه ما عنديش ومريضه وما تفازتنا حتى شي حاجه في الدعم والو راني ربي اللي عالم عليا والله انت تشوف هالمرض ما لاقين باش نشري ولاد ولا حتى حاجه راه عايشه مكرفصه وراه معترفين بين الدوله ولكن انا الغلب الله ما عنديش عندي سيدي ربي ما عندي لا ولاد لا حتى حاجه ربي اللي عالم عليا راني عايشه مع باب الله وعاش الملك الله ينصر لينا سيدنا انا الاولى ما عطيانيش ما عطيانيش ما لقيت باش نشري لا دواء لا الماكله لا الكره ما حتى حاجه انا في باب شاله سميتني سميره
ربي اللي عالم عليا.